انت لخصتيها ياسمين. يعني هو موسيماني من اول يوم، هو يعني ما شفناش في الفتره الاخيره خالص على مدار السنين حد بيتكلم او بيصرح او بيطلع في السوشيال ميديا زي موسيماني. وحتى دايما تحس ان ما انا بتكلم على مدار السنين في النادي الاهلي كمدرب. جوزيه جلاله قدر ما كانش بيطلع كده، ما كانش بيحب يتكلم كده. فهو موسيماني يعني حتى كمان لما بيطلع ما بيبقى بحس ان هو مش موفق في الكلام، بحس ان هو كلامه مستفز، بيثير الجمهور، بيثير الاداره، فانت مش كل حاجه تطلع تتكلم. وبعدين خلي كلامك قليل، انت راجل ماسك النادي الاهلي، راجل ليك اسمك دلوقتي، النادي الاهلي ضاف لك، خدت بطولات كبيره، فانت خلي كلامك يبقى في الحدود لما تتسق في مؤتمر في بتاع. لكن مش عمال على بطال اطلع حوار مش عارف فين اطلع مش عارف ايه، وكلامه كمان مستفز وبيستفز الناس. اخر حاجه سمعتها امبارح اللي الكلام يقول لك اصل لعيبه النادي الاهلي بتشرب كحول. طب فين 10% منهم بيشربوا كحول؟ بعد ايه؟ بعد كل ده وبكل البطولات دي اللعيبه دي اللي قال لك 10% من لعيبه النادي الاهلي بتشرب كحول، انت شفتهم بيشربوا كحول؟ خلى الدنيا هيحصل ثوره في اوضه اللبس للعيبه. دي حاجه من ضمن الحاجات. شويه مراته ده قالها رسمي؟ انا قريها امبارح على السوشيال ميديا وعلى مواقع. ماشي. ده من ضمن الحوار اللي كان بيعمله يعني في مش عارف في جريده ايه او موقع ايه. اصل مش عارف مش عايز مين، اصل مش عايز مدرب، اصل مش عارف ايه. راح نشر صوره احنا لسه خسرانين بطوله افريقيا ومع الراجل المدرب اللي هو بكراكي ده تقريبا بتاع الوداد، راح نشر صوره معاه وبيضحك معاه ويهزر معاه. طب ما ده حاجات بتستفز الجمهور، ما انت برضو خاطب مش عشان بيقال ان خاطب العقليه الايه اللي على قدها، فاهمه ياسمين؟ ما في واحد معلش في الشارع مش فاهم كل الحاجات دي، بس هو شايف صوره موسيماني مع الراجل لسه كسباني ده، فهو انت كده انت مش في دماغك. زي ما الدنيا قامت وهاجت على بدر بنون لما دخل اوضه اللبس بعد مباراه الوداد، صح ولا لا؟ فانت خاطبه الناس على عقولهم، فهو بيعمل حاجات بتثير الجمهور. هي دي بس مشكله موسيماني، يعني هي دي مشكله موسيماني اللي هو مش عايز، هو فاكر نفسه هنا الموضوع غير بره، فهو بيتعامل مش عايز اقول على نيته او على سجيته، بس يعني لازم خلاص انت بقالك كتير في مصر، لازم اعرف العقليه اللي انا بتعامل معاها. الناس الجمهور في ناس عاشقه للنادي الاهلي، في ناس متحمسه او ما بتستحملش حاجه، فانت بتدوس لها على النقطه اللي هي بتضايقها. فهو موسيماني بقى الناس خلاص وصلت لمرحله احنا مش عايزين موسيماني. رغم خلي بالك اللي احنا دلوقتي في موقف صعب، انت داخل على مباراه نادي الزمالك، مباراه كبيره، ما عندكش اي بطولات دلوقتي بتشارك فيها الا الدوري العام، خسرت كل البطولات، خسرت افريقيا، خسرت، فانت الناس اصلا تحس ان هي مش طايقاك، فما تجيش انت بقى تدوس عليهم اكتر ما هم مش طايقينك.